عسلم ومرحبا بكم الناس الكل في الشهر الفضيل الذي يتمنى أن يجعله الله شهر فرحة وسعادة وهناء وخير وبركة ورحمة وعتق من النار لكم الكل إن شاء الله يا ربي أجمعين يا ربي. والله يجعله شهر يرحم فيه جميع الموتى وينصر الله ينصر أخواننا المسلمين وأخواننا الفلسطينيين يا ربي أمين يا رب انصرهم. واللهم يا ربي إن نسألك برحمتك أن تبعث في الأمة من يحرر الأقصى يا ربي برحمتك وببركتك وقوتك وعزتك وجلالك، لأننا وللأسف الشديد فينا الكثير 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 الذين لن يستطيعوا تحرير حتى أنفسهم من أنفسهم. فينا من لا يستطيع تحرير نفسه من نفسه، ويشهد الله على ما أقول، أنا لست من هؤلاء الذين لا يستطيع تحرير أنفسهم من أنفسهم، والحمد لله رب العالمين. أنا أول هدف في حياتي كان ورسمته هو أن أحرر نفسي من نفسي. لو وصل المرء إلى هذه المرحلة سوف يشعر بشيء لن يحس به الشخص المنساق كي تفهم بالعربية تحاول تفهمها بإذن الله تفهم المنساق الذي لا يستطيع العيش من دون قطيع، أو لا يستطيع العيش إلا وسط قطيع. الإنسان العبيد للمجموعة لا يشعر بلذة. من العادات والتقاليد في الشهر الفضيل، شهر البركة والكرم والفرحة، شهر الضيف، الشهر الذي أنا شخصيا نحسه شخص، شهر رمضان بالنسبة لي والله الذي لا له إحساسي الفردي، شهر رمضان والقرآن الكريم بالنسبة إلي شخص أو روح والله العظيم عندما أتعامل كشخص مع القرآن الكريم ويشهد الله على ما أقول إحساسي وأنه شخص وأنه روح وكلام الله هو كلام الله، ولكن أنا بالنسبة لي القرآن، وأقتبس ذلك من اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله أنيسنا في قبورنا أنيس. لو لم يكن فيه روح أو شخص القرآن شخص لما يشهد لك أو عليك في الآخرة، ولو لا أو لن يكون أنيسا لك في قبرك نهار أخر. من ذلك أنا حسب فهمي البسيط القرآن بالنسبة لي شخص، رمضان كذلك شخص بالنسبة إلي، لأنه شهر كرم الله، شهر ضيف. رمضان ما جعلوش الله سبحانه وتعالى 11 شهر في العام وشهر ما هوش رمضان، لا سبحان الله بهذا قوس طويل. لكن اللي أنا نحب نقوله حاجة أخرى، والموضوع حول حاجة أخرى، ف
فالشهر الفضيل هذا العديد من الناس سبحان الله يولي عندهم همجية أو تكالب، لو كان نستعمل العبارة الأصحية، التكالب على السوق أو القضية الشراء جميع أنواعه، التكالب والتسابق، التسابق. يشريوا الخبز، الخبز موجود ولا الحمد لله وشكر الله، يعني مجهود الحكومة ومجهود سيادة الرئيس الله يحفظه والله يبارك له والله ينصره والله يعزه والله يحفظه اللي ما فيه خير لتونس وشعبها، وربي يبارك له والله يرحم والديه. هو بالنسبة إليه نعمة من النعم التي ربي سبحانه وتعالى رزقنا به. الجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة جعلت وأن الخبز يرجع موجود كالعادة كالعادة بدون نقصان، ولكن التهافت والتكالب والهمجية تلقى قدام كل كوشة الصف وحظبة وكذا، وكل وكأنها وليعيذ بالله مجاعة معناتها من تأثير حرب. الشخص اللي ما هواش باش يخلط الأول ويأخذ 10 خبزات ولا 10 باقات، الله لا يقدر، الله لا يقدر، الله لا يقدر باش تصيبه معناتها الجوع والمجاعة ضاربة. الله لطيف، شر 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 يا لطيف يا لطيف يا رب، شر شر شر. نفس الشيء إذا كان الشعب معناتها سمع وأنه في مغازة من المغازات دوب جابوا السكر يهبطوا، وسيدي العائلة الكل بارك الله فيك يعيش، العائلة الكل يهبطوا، كل واحد يضرب كيلو سكر ويعودوا يرجعوا ويشدوا الصف ويخليوا عباد ممكن يزيدوا يجيب العيش يجيك هذا السكر، سكر جابوا السكر، جابوا السكر ايش تعمل به؟ جابوا الحليب اجري، جابوا الفارينة. وهي سواء امرأة ولا راجل ما ينجموش يعملوا عجين اصلا، ما يخبزوش القطوات ولا الكيك ولا يويو ولا الحلويات ولا مالح ولا اللي هو، ما ينجموش ولا شي يعملوا عجينة بيتزا في الدار ولا ما ينجموش، عمرهم ما عملوا، ولكن يسمعوا جات الفرين اجري هاي، تلقاه في داره خازن 10 كيلو فرينة، ولكن مع ذلك يسمع الفارينة جات يمشي يجري هو وصغار ومرته، كل واحد يجيب كيلو فارينة مثال، هو في النهار مثال، هما عائلة 4-5 من الناس يستحقون مثال إتر حليب في النهار، يمشي يشري المعدنوسي ثم حليبة هي ثم يشري باكو حليب يبعث الحليب بلا يزيد، يمشي الحانوت الآخر بلا ثم حليب اي ثم، تلقاه هو في الدار مثال عنده زوز كرادن حليب، وفي رمضان توفر الحليب، توفر الحكومة بمجهوداتها الجبارة بارك الله فيها وفرت الحليب موجود في كل المحلات، ولكن تجم تمشي ما تلقاهش. علاش؟ فما عباد يهز ستيكة وهو حاجته بيتر حليب في النهار، يهز ستيكة ويزيد يبعث مرته تأخذ باك ومن ثم، ويزيد يمشي المجازة الأخرى يضرب ستيك أخرى، تلقاه في الدار مثال خازن 30 لتر حليب في اللي هو في النهار يشرب باك، والعائلة متاعه مكسيموم هذا إذا كان الكل يتسحروا مثال بالحليب ويعملوا قهوة بالحليب ويعملوا الكريمة مثال استحق يترى، هما لا يبدأ خازن 30 لتر
ومع ذلك مع 30 لتر كل ما يسمع فم حانوت فيه الحليب يمشي هرول يجري يشد الصف وحظبة وقول وتكالب وتناحر وعرك وبرك وكلام معناتها مزري باش يضرب باكو حليب آخر هو وصغاره ومرته ويروحوا باش يروحوا بك الأربع خمسة باكو حليب وكل ديما هكك. سمعوا بالسكر تجري الناس الكل عريان ولابس يتلموا باش يشريوا السكر وهو عنده 20 كيلو سكر في الدار. اش يعمل بزب ورم السكر الله أعلم. اما كل ما يسمع ثم السكر يكلب يجري جابوا زيت جابوا زيت جابوا زيت. بالله 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 كشخص بسيط شخص بسيط شخص عادي شخص الاستهلاك العادي للفرد للزيت المدعم هو في الأسبوع اشتقلي انت مرتين ثلاثة اشتعمل قلي يا حاج في رمضان المعظم اشتقلي كل يوم لبريك فتستحق انت المقلة هذيك معبية بالزيت هكا ولا به كل صبة زيت يعني اشتر دبوزة تعبي لك المقلة باش تقلي لك على الأقل ثلاثة أيام اش تقول لي والله يشد وسخ وفتارش وكذا وكل يمكن أن تصفي يتنحاوك الفتارش وكذا وكل اللي شده مزيد 3 أيام تنجم تقلي به ما فيه حتى مشكل لا في صحة لا في مطعم مع تقو لا في الجودة متاع قرميشة لا ما ثم حتى تأثير سلبي 3 أيام نجم تقلي به الزيت هذاك بعد تقلبه وتحط زيت جديد قليت فيه فلفل وطماطم وكذا وكل نتصنتك عملت أمام لا أتصور وأنك كل يوم تضرب في الفلفل والطماطم المقلي كل يوم وقتها أنت إنسان من الذين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة يقعد أقلي أنت أقلي كل يوم هاي قليت فيه الحوت هي تنجم تكون من الأشخاص اللي قلاو فيه الحوت سي نورمال ما عادش تنجم تقلي فيه بريك وكذا نتفهم أنا إنسان يعني عادي إنسان منكم وإليكم كيفكم طبعا اللي قليت فيه الحوت ما عادش نجم تقلي فيه حاجة أخرى واللي مطعم كذا وريحة صحيح فحسب فهمي البسيط المتواضع العائلة العادية في شهر رمضان المعظم تستحق في الشهر كامل لكي لا أبالغ نحكي على زيت القليان كحد أقصى هذا إذا كانش يزيد ويقليه الزلابية والمخارق والمقروض في الدار للعيد مثال المقروض الزلابية والمخارق معناتها كل ما يفعل العائلة المتكونة من 4 أشخاص إلى 6 أشخاص في شهر رمضان المعظم على أقصى حد بين 6 و7 لترات زيت قليان في الشهر إذا كان هذم من المقلي ما يخرجوش كل يوم يقليه كل يوم المقلة كل يوم القلي كل يوم القلي ماشي على الأقل بريك 6 روات ولكن من المصيبة الكبرى يمكن أن تجد في كل عائلة عندهم 20 لتر زيت وكل ما يسمع ثم زيت يزيد يمشي يجري يهرول يزيد يضرب لتر باش يسكر 100 لتر هذا أولا التأثير متاعه يكون على أنه مهما تقوم الحكومة بمجهودات لتوفير السلع باش تتفقد علاش خاطر سيادتك وسيادته وهاكا وهاكي وهاكي وهاكا وهاكا وهاكي 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 وهاكي
كل يوم يشري في السكر وكل يوم يشري في الحليب وكل يوم يشري في الزيت وكل يوم يشري في الفارينة وكل يوم يشري في السميد وكل يوم يشري ويبعث في صغاره وراجل ومرأة وبوه وامه واه 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 هو شي يستحق نص سترة في النهار ينجم في النهار يشري ثلاثة رواتل. فسبحان الله إذا كان ثم مثال العائلات التي تقدر على الشراء معناتها بهالصفة هذه كل يوم وا لنشاهدوا بأم عيني هم عمري ما نشوفك الأثرياء ولا اللي لبس عليهم ولا الطبقة الفوق متوسطة بشوية عمري ما ريتهم متكالبين متهابرين بالعكس ما يقليوش كل يوم ويعرفوا عندهم معناتها النوسيون متاع كونسيونس وكذا وكل وثقافة فردية وأنه ينجم يأثر عليها الفارينة والزيوت والسكريات بمظار معناتها جسمية فيقول أيه هو مش موجود الحمد لله هيا وربي ربتحني منه. ولكن الطبقة الفقيرة والتحت الفقيرة والطبقة المتوسطة هي الطبقة المتهافتة والمتكالبة والمتناحرة على يشري 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 باش يزيد يصيب روحه بالفقر ويصيب روحه بالأمراض معناتها المنجرة عن السكر والفارينة والزيوت والمقلي وكذا وكل ومتكالب ومتناحر ويزيد ينجم هو مثال اشتر شهريته يفنيها في خزن مخزون عظيم من السكر والزيت والسميد والمواد التي يعني الحكومة في مجهودات باش توفرها هو يقضي عليها في ساعة. الحكومة تحسب حساباتها تقول مثال عندي في تونس يعيشوا مثال في تونس يعيشوا 7 ملايين تونسي من 12 مليون منهم الأطفال والشيوخ ومنهم أشخاص لا يقدرون على شراء حتى دبوزة ما منهم مثال 3 ملايين كاو يقدروا 3 ملايين هذمك يشريوا متاع 12 مليون تونسي في نهار. فما 3 ملايين في تونس 3 ملايين بشر يعملوا هجوم يمشيوا يقضيوا متاع 100 مليون شخص في نهار والله فيعجزوا اللي عمره ما عجز وخاصة في شهر الفضيل هذا. الرسالة وصلت الجوعان ديما ماشي في باله شي يقعد جوعان مدى الحياة فيقعد جوعان هو مدى الحياة ولكن هو السبب عنده 10 يصرف 20 فيقعد في الفقر وتحت الفقر مدى الحياة. التفكير متاع الإنسان الغني حتى وإن أصاب الغني فقر بتفكيره نجم يخرج من الفقر يرجع للثراء. والإنسان الفقير حتى وإن ربي سبحانه وتعالى جعله غنيا سوف يعود للفقر. رفعت الأقلام وجفت الصحف لأنه كل شيء في المخ. فما عباد تمده فقير تعطيه دينار ترجع له غدوة تلقاها مليون، فما عباد تعطيه مليون ترجع له بعد ساعة يرجعها إلا يعمل يولي يتسلف يرجع تحت الصفر بمية دينار على الأقل. والسلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم، إن شاء الله شاركم صيامكم مقبول وذنبا مغفور والله يهدي من خلق، وإلى اللقاء فيديو جديد.